اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم. غنقول لكم مساء الخير او صباح الخير، لكن انتم معنا في هذا السمر الليلي. واليوم في هذه الجلسه مع هذا الاخ هذا اللي سجين سابق واللي ضاعت من العمر ديالو في واحد الوقيته ديال الطيش، واحد له يعني بعض الاخطاء اللي للانسان من بعد عاد كيندم عليها، بعض الحويجات اللي كتكون يعني بعض القرارات الخاطئه نقدروا نعتبروها في واحد اللحظه وفي واحد الوقيته. لكن اليوم يعني تلبيه يعني لدعوتنا ولرغبه الاخ يونس بغى يفتح لنا قلبه. الاخ يونس هو يوتيوبر اللي يعني تحسب له بعض الاشياء الجميله، هو انه بالرغم من انه كان واحد التاريخ اللي شويه يعني عنده نظره يعني 20 سنه ديال السجن ما ساهلاش تمشي الانسان من عمره، لكن بالرغم من هادشي كامل فهو باقي شاد في الامل، باقي كيقول انا باقي انسان، باقي قادر نعطي، باقي قادر انه كيقلب على الاندماج في المجتمع ديالو، باقي انه باقي يكون قيمه مضافه من خلال مجموعه من الافكار ومجموعه من الاشياء اللي باغي كيتمنى ان شاء الله انه يحققها في المستقبل، وكنتمنوا ليه الخير يا ربي. اليوم غنبقاو مع يونس اللي غيفتح لنا قلبه على قناتنا قناه شوف تي في حصريا، اول مره اول خروج اعلامي ليونس اللي غادي يكون على قناتنا قناه شوف تي في. يونس مرحبا بنا بعد عندك. الله يبارك فيك. مرحبا بكم، مرحبا يعني الناس على قناتنا على قناه شوف تي في. قدم لنا نفسك وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وتنشكروا الناس اللي حاضرين معنا داخل الوطن او خارج الوطن. الاسم ديالي يونس حيدا، مواليد 1981، مدينه مكناس، المدينه العتيقه. شاجين سابقا، دابا درنا هذه القناه ديال اليوتيوب باش لقينا واحد الناس اللي تيحبونا بحال هاد الوجوه اللي طالعين معنا. نعم. يونس غادي يعني غادي نرجعوا معاك شويه اللور ونعرفوا يونس شنو يعني شنو داز عليه، شنو الحويجات اللي خلاو انه يوصل ل 20 سنه. 20 سنه راه ما يجمعها غير الفن، راه عمر. اش نقول لك بعدا، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما درنا بعدا هاد القناه هادي الا تنصحوا الشباب باش ما يطيحش في الفخ اللي طحنا فيه حنايا. واش نقول لك الاخ ديالي، حتى حنا دزنا مرحله ديال الطيش ومرحله نتاع سير المراهقه، حيت بنادم ملي تيكون صغير تيكون الدراسة الدار الخدمة، هادشي باش حنا عايشين في مدينة كأننا مدينة قديمة، راه هذا هو السيستيم ديالها. كنت مأثر بالأب ديالي باش نمشي أنا ويا للخدمة، تيديني من هنا نهار اللي مات الأب ديالي صافي هنايا فين غنخرجوا للانحراف. عندك إخوان كبار منك؟ عندي خوتي كبار، عندي سيطروش عليك؟ لا، هنا النقطة اللي بغيت نشير لها أنايا، الإخوان ديالي عندي جوج خوتي عايشين في أوروبا، والاخ ديالي مجوج، ونهار اللي توفى الاب ديالي صافي ما كاينش الام ما تردلكش البال، هي تما فين خرجنا بدايه الانحراف نتاع الكارو والبليا، ولينا نجلسوا مع ناس اللي ماشي قدنا اللي كبار منا تنسبيراو منهم على حساب تيهضروا على الشيجان، وديك الساعه لقيت نتاع الحبس راه بحال اللي راه تيهضروك عليها شي حاجه اللي ما كايناش، وتبقى بلا ما تتانسبيرا تسمع هذا شنو تيدير وهذا كذا. حنا شي عجبنا هذيك الهضره، حتى التواصل الاجتماعي ما كانش في ديك الوقيته، التليفونات اللي غيتلها فيهم بنادم ولا تجلس مع عباد الله كبر منك. اول مره تشديتها يونس؟ اول مره قول 97 اول شده عندي، 97 كانت عندي شي 18 سنه يمكن هكاك 19 سنه. شنو السبب؟ السبب يعني دبزنا انا واحد الدري ضرب وجرح نيته. انت كاع يعني هاد السنوات ديال السجن كانت عندك كامله كما كنقولوا اقباح؟ اي اقباحه وعنف ما كاين لا مخدرات لا والو، ما عنديش انا، ما عمرني سرقت وما عمرني كريسيت وما عمرني زعما، عندي ديما المدابزه هي اللي عندي، ديما المساطر اللي تنتحكم عليهم السكر والدار والضرب والجرح، صافي هادشي اللي عندي مدبزي. وشنو الحرفة ديالك يا يونس؟ الحرفة ديالي سودور، وعندي في الأصل ديالي الحرفة ديالي سودور، وتندير تزك الزريت، تندبح وتنصلح. نعم. الحرفة ديال الوالد قهواجي. تبارك الله. أنا الحرفة هادو خدمتهم، أنا خدمت في الكرنا، خدمت سودور. نعم الله يرحمه. الله يرحمه. يونس غادي نسولك يعني هاد السنوات كاملة اللي دازت وهاد 20 سنة اللي ضيعتي من عمرك، نقدروا نلخصوها في سؤال، شنو استفدتي منها؟
نقدر نجاوبك على واحد النقطة، هي بعدا راه بلا نمشي العمر ديال الإنسان هي الأولى، ما استفدنا حتى شي حاجة، كلها مشى الدمار وحزن وبزاف ديال الحوايج، ولكن بنادم الإنسان ما حدو مازال حي، مازال مثبت في الحياة و تيقول خصني نعطي وخصني نتبدل. الحمد لله حياة دازت علينا في واحد المسألة اللي تلقى راسك في ربعة ديال الحيوط كده، بعيد على الأم ديالك، على الإخوان ديالك، على العالم، حرية كاملة، حرية برا ماشي هي الحرية ديال السجن. هنا منين درت أنا، هنا فين تكونت لي واحد الفكرة، قلت علاش ما نخرج من السجن. وبعد الأصدقاء وواحد الصديق اللي هو الأخ ديالي قال لي، نصحني، قال لي خصك دير هاد القناة اليوتيوب وتهضر على داك المعاناة اللي دوزتي وداك الشيء اللي دوزتي، وعطي النصيحة للشباب باش ما يطيحوش في داك الفخ اللي طحتي انت فيه. هذا هو الهدف اللي عندي في القناة، وان شاء الله غادي تنطوروها، باش ان شاء الله حنا بغينا نديرو ديك القنوات جمعيات شجناء التائبين. هذوك الشجناء التائبين حنا كنا بغينا نديرو واحد الفكرة اللي طاحت لي في الدماغ ديالي، لا انا ولا اخ مستظرف ولا اخ المجاهدي ولا القراري، كنا هادو كنا دايرين هاد الفكره في الدماغ ديالنا، نقدروا نديروا حتى حنايا واحد اللوغو واحد النهار ديالنا اللي هو شجناء التائبين، ومنهم ناطروا حتى دوك الشجناء اللي تيخرجوا ويخدموا حتى هما ويعاودوا قصص ديالهم وتكون داك الشيء قانونيه، ويكونوا بلوبيسيتي بحال هكا شركات بزاف ديال الحوايج، ومننا حنا تنعاودوا ندمجوا عاوتاني الساجين. هذه هي الفكره. هو انه يعني عدد من السجناء واقيلا هذا الشيء يقرا عشتي انت انهم كيخرجوا بدبلومات، كاين دبلومات لا كاينين تما، كاين الدراسه، كاين التكوين تما، كاين لا ميكانيك، كاين السودور، كاين النجاره، الحلاقه، الخياطه، الموسيقى. انا راني درت هنا واحد العام الموسيقى وديت الدبلوم شهاده موازير العدل، وديت المسابقه الاولى في مدينه طنجه في السجن تباري مع شي 94 حبس، وديت المرتبه الاولى في 2013 كنت ندير الموسيقى، وطلعنا لطنجه، وداك القصر تيقولوا له قصر السرور في طنجه، تما كان حاضر وزير العدل وبعض المسؤولين، ودينا ديك المقطع نتاع المشاهب، كنا ديك الساعه تنغنيو مشاهب، وناض الجمهور كامل بواحد الحفاوه وبزاف د الحوايج، وتعطات ليا اول جائزه ودير الدبلوم ديالك. الاحساس ما نوصفولكش، انا بعدا نسيت راسي كانني شاجين، مع عشت مع دوك الناس دا على برا صافي، وليت بو ديك الحفاوه، ومنين خرجنا باش غيعاود يديونا تحس براسك كدير شي حاجه زوينه، تعطي واحد الاحساس تيعطيك بالله راك انت واحد اخر، تبدلتي على ديك النظره ديال الشاجين. الحمد لله دابا كما تشوف علاش دايرين حنا هاد القنوات هادو، باش نبدلوا ديك النظره ديال الشاجين، ماشي تشوفك مرا تقول كذا ويلي حباس ربي ولا لا، ما بقاش دابا ديك الفكره، ديك الفكره تحولات من بنادم، ولا بنادم تشوفه بالوشام او كذا صافي التطواج ولا عادي. ايوا ومن بعد الشباب بعد الشباب الله يهديهم وصافي، تيمشيو عند خوتنا البنات فيكريسيوهم، يديو لهم هادو التليفون هادو كدا، هادوك دوك الدراري كيقول لك الفقر، الفقر هو اللي يدير لنا الشيء هذا. الفقر يعني كاين الخدمه، كاين التماره، كاين ايوا اش نقول، كل كي تيدير يفكر، كاين السله، كاين الباطه، كاين الفاس، كاين كلشي. راه بنادم راه هو اللي ما تيبغيش، دابا بنادم تينعس حتى الصباح، وين عس يفيق مع الثلاثه تيقول لك انا باغي الفلوس، كي غيدير يصور هاد الفلوس، انت ناعس حتى للصباح ونايض حتى للسته العشيه، وباغي انت تكون عندك 500 درهم او 600 درهم في جيبك. يونس رجع معاك لواحد السؤال، وحنا بمناسبه انه المناسبه شهر، مرحبا، في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا مبارك سعيد، والله يجعل المغفره والثواب على جميع المسلمين، ويكون رحمه كريمه. امين امين الوالد، الله امين امين امين. دوز سي رمضان في الحبس؟ دوز سجن في رمضان. شحال دوز رمضان؟ راه تقريبا هي اخر شده عندي فيها 10 سنين، 10 سنوات داخل السجن. تقريبا خرجت انا في 2013، حيدوا لي عامين، ضربت 8 سنين ضرب وجرح عاوتاني. اخر هذاك هو اخر منتف عندي صافي، ما عاودش. دوزتي 8 ديال رمضانات؟ 8 ديال رمضان. اش كان كيدوز عليكم رمضان؟ واش رمضان السيفيل؟ لا حد ماشي على الاجواء، واخا الاجواء بعدا ماشي.
كنعتذروا مشاهدينا على انقطاع ديال البث الخارج عن ارادتنا دائما. نكملوا معاك خويا كيفاش كيدوز رمضان في هو بعدا ملي تيدخلوا بعدا العواشر، اول حاجه الانسان تما كاين في السجن تيكون مريض، من ناحيه ياش من ناحيه الام ديالو، من ناحيه الاهل ديالو، وتيشوف راسو عنده واحد العقوبه اللي هي طويله، بعدا تيتالم بعدا في ديك الايامات ديال العواشر. وما رمضان راه كي بحال نقولوا رمضان ما كي الدراري على برا كي الدراري هنا، على برا على تنهضروا على هنايا في السيفيل، حنا تنهضروا على السيفيل والحبس، كي تيدوز تما كي تيدوز هنا. علاش تيكون كل شيء؟ يا مثلا ملي كانوا تيدخلوا القفا وكانوا تيديروا الوالدين ديال الانسان تيجيبوا له زماميطا، يجيبوا له السباكيه، تمار، مسائل كذا، تتحطب لها كانها السيفيل، بحال اللي راه قاعد الناس حدا دايرهم. لا دابا ما بقاش، دابا في التماكين تيديروا الحريره ويديروا التمر الشباكيه، واخا هكاك المهم الجو ديال رمضان في وسط الحبس ماشي هو الجو اللي تيدوزوه مع العائله، هكا تلقى كلشي طيب، كلشي واجد، واحد الاحساس. كاين كيف طاروا، كاين اللي كاين شي حالات اللي كان كيكعاو واللي كان كيبدا كاين فعلا كاينين هذوك الحالات، بنادم تيكون تيفطر ولا هادي تقول الله اكبر، واحد تيفطر واحد طالع له الدم، واحد تيفكر مو، واحد عاد طلع للمحكمه وعاد تحكم، عاد واحد زعما داك السجن تيعيش بنادم الرعب فيه، فهمتي؟ حيت بنادم في اي لحظه بحال اللي تقول محكوم بالمؤبد، في اي لحظه يجيو تقدر توقع اي حاجه. انه دائما كيبقى ذاك الاحساس ديال المسجون هو اللي كيخليه ذاك يعني مرعوب من الاحكام، اللي يعني خايف انه، ولكن زعما صراحه كتلقى بعض الحالات اللي كتلقاه تايق في نفسه ما عندوش المشكل. لا هذاك بنادم تيكون هذاك بحالاش تيقى تيدور يدور تلقى الام ديالو ميته او الاب ديالو ميت، اذن تيقول كان خصني الحبس، انا احسن لي من الدار، ما عندي من نعيش، عندي من كذا، تيولي داخل خارج. ولكن الانسان كاينه بهذه الطريقه هذه، حيت دابا جيت تقلب عاوتاني تلقى بحال دابا نعطيك واحد المثال، راه دوزت في القناه ديالي ديك الاولاد ديال الخيريه في واحد الفيديو، ولكن دابا هذوك الاولاد الخيريه دابا تقريبا تنعرف انا شي ثلاثة أو أربعة تيبقاو داخلين خارجين، إذن ما كاينش اللي غيسول فيهم. علاش؟ حيت هذيك عاود ديك الخيرية رخاتهم الزنقة وبقاو عايشين في وسط الزنقة، إذن شنو يتوقع منهم الإنسان؟ ما خدامش، ما تيعرفش، خارج من المؤسسة كان عايش في الظلمات، ما تيعرفش يتواصل مع إنسان، إذن شنو باش غياكل، باش يشرب؟ تتلقاه صافي الا مشى للحبس ما عندوش اللي غتبكي عليه ولا اللي غتقلب فيه، صافي تيقول لك انا خصني غادي ندخل هكا نخرج. هذا هو الواقع اللي تيعيشو الانسان. كانوا كيزوروكم على الدار؟ شحال هادي كانت الزياره، تندخلوا بالزياره وتجي عندي الوالده مسكينه الله يخليها لنا وطول العمر. طيب في المده ديال السجن ديالك؟ كامله كامله مسكينه، خليتها في واحد الصوره اللي كانت الام ديالي جميله وصغيره، ولكن من ضرب ديك 8 سنين عاوتاني مع الزمان مع كذا كبرات لي الام ديالي، تما كاين في الانسان تيشرب العقل ديالو، ملي تيشوف الام ديالو ما بقاش تقدر تمشي حتى من هنا لهيه، ما صافي اذن ما تيبقى الانسان الدماغ ديالو تيوبخو. وتنطلب من الله ومن المسؤولين اللي من هذا المنبر هذه يديروا عقوبات بديله لذوك الاشخاص اللي بحال هكا تيجي هذا عنده شاك، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، راه كاينين يعني دابا السجن راه كيضم جميع الانواع. حيت دابا نقولك اخ ديالي السجن تيكون بالنسبه للسجن تيكون واحد الفئه اللي محكومه فيهم، وكاينه فئه اللي ما كايناش مازال هذيك الساعات احتياطي. دابا حنا اللي عندنا الاحتياطي اكثر من اللي محكومين، دابا الاحتياطيين بحالاش هذا جاي على شاك، هذا جاي على كذا، هذا جاي على كذا، علاش ما يعطوناش، علاش ما يديروش عقوبات بديله باش ما يوقعش الاكتظاظ في وسط السجون؟ هذا الشيء اللي جا به دابا القانون الجنائي الجديد واللي راه باقي دابا كيتسنى المصادقه عليه في البرلمان، انه تكون عقوبات بديله بالنسبه لبعض بعض التهم وبعض الجناح. هذه انا في النظريه ديالي باش يبقى لهم هما الراي. انا تقريبا تنقول على اللي عنده عام ونص ولا عام. انت يعني انا نجيك الاخي الهضره، نقولوا احنا عام ونص، احنا تنشوفوا حالات اللي الانسان ما مدوزش الحبس
وعندو يلا اول شده ويهبطو للسجن. كيفاش بغيتي تهبطو للسجن نتايا باش يجلس مع منحرفين ويخرج هو منحرف؟ علاش ما يكونش عقوبات بديله اللي هما بحالاش بحال الطبيب يخدم ميناج يدير هادي، ومنها تيخلص الكفاله ديالو ومنها تيربح واحد الصالير اللي غيكون عنده هو، ولكن بلا ما يهبط السجن. شنو نديرو في الدول الاوروبيه؟ تقريبا بحال هكا. اذا هاي تخفات واحده شويه نتاع الاكتظاظ الداخلي السجون، وتيبقى البنادم اللي محكوم ديك الساعات. وتا الميزانيه ديال الدوله اللي داك الشيء اللي كتصرفوا الدوله على السجين راه ما كيطلعش بالرخيص. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لك، ملي كتقول وتنطلبوها من الله ومن الدوله حتى هي تلتفت لهاد النقطه هذه. علاش؟ راه انت لا جاي يضربها الانسان هي في الدماغ ديالو تلقى شحال من واحد غير دابز ولا هادي تيهبط تيعطي هكذا صافي تيتصالح هو والانسان. ها هو راه ضراب 3 شهور ولا 4 شهور. يونس غادي نرجع معاك شنو يعني النصيحه اللي تبغي تقول لهاد الشباب اللي كنشوفوه الان، يعني وخصوصا ديما غنبقاو حنا في شهر رمضان وكنشوفوا في هاد شهر رمضان يعني كتوقع فيه بعض المرات ديك ما يسمى بالترمضينه اللي كتجي تا يقرب الفطور وكيولي واحد مدوز نهار بخير معيش والدي يعني دايز بعدا مدوز رمضان بخير تا كيولي قالب حياته على كلمه ولا على جوج كلمات، كيولي ضارب هذا بموس ولا هذا ضاربو، وهذا الشيء كيمشي للسبيطار شي كيمشي للحبس، الحياه كتقلب على حق راني مرمضان. واش في نظرك هذا الترمضينه يعني خويا شنقول لك؟ هو راه الشيطان تيكون على الله، بعدا الشيطان راه تيكون حيت ولا بد غيوسوس للانسان في الدماغ ديالو. بنادم اخوتي تنقول لكم انايا من هذا المنبر تاع شوف تافي الله يكبر بكم وتحياتي لكم، تنعطيو النصيحه ديما للشباب اخوتي، وخا هكاك راه بعض الشباب تنقول لكم وخا اي واحد يقول لكم شي هضره غير حنا وراسكم. علاش؟ راه باش انا غندبر على منتي فيه روح ونمشي للحبس ب 30 عام سنه ولا ب 20 سنه ونضيع عام العمر ديالي وانا تكون عندي غير 24 سنه، إذا انا ما رابحش، إذا نخرج عندي 40. علاش يعني ما نتفادى الصداع؟ علاش هذا نضرب هذا ونفعل هذا ونترك هذا؟ الا صايم اخويا راك صايم من الله سبحانه الا هو. نصوم انا كاع ما نخرجش، نبقى ناعس في بلاصتي ونتكون مكونيكتي في تليفوني وكذا، وهادي تبقى واحد الربع ساعه ولا هادي نضرب دويره ولا هادي ونجي نجلس حدا الميمه ديالي وناكل، ماشي نخلي الميمه ديالي تتهز القفاف وجايه تابعاني من هذا الحبس لهذا الحبس، وفي الاخر نلقى راسي في الصغري ضاع وحياتي مشات، وليت عاوتاني خصني نصلح راسي. نخرجت من المرض تحت في مرض وخرجت لقيت مرض اخر اللي هو الوسواس ديال الحبس هذاك، عاوتاني ما يحيدش الانسان من الدماغ ديالو. مال هذا شاف فيا؟ علاش هذا تيدير فيا هذا؟ ويبقى الانسان عايش في ديك المطاغات ديال الحبس. وتنطلب من الله وهاد العواشر هذا اخوتي الانسان يكون متسامح ويدير عين ميكا وعين عين شافت وعين ما شافتش، وباش لا بغى يعيش الانسان. الا جينا نتحدثوا بعضياتنا راه ما يبقى فينا حتى شي واحد. هذا هو اللي تنطلب منكم وديما تنعطيو النصيحه، واللي عنده شي ام الله يخليها له، واللي ميته الله يرحمها في هاد العواشر، واللي عنده شي ام ما يحن عليها يحن عليها، وكما تيشوفوها تجي في الزياره وتطيح دموعها وكذا، ها انت دابا اخوتي في السيفيل حنوا على الميمات ديالكم وكذا، وهادي ما عرفنا شكون السابق. وتحياتي لكم اخوتي. يونس كلام مؤثر والله العظيم، وكنحس بانه من القلب. لا شي حاجه اللي حسيتي بالدور ديال الام ديالك معاك. ولا بد علاش هما اللي تيطيحوا في العذاب ماشي حنا؟ دابا حنا درنا الحاجه، دابا حنا مشينا خرجنا ضربنا واحد جاو البوليس داوك مشيتي انت، شكون اللي غيبقى؟ هما اللي خصهم يمشيو عند دوك الناس، هما اللي خصهم يرغبوهم، وتتلقى ناس اللي تيترغبوا، وكاينين الناس اللي ما تيبغيوش يترغبوا لك وتيبوسوا رجلين وتيبوسوا اليدين، وفي الاخر شكون اللي تيطيح في العذاب؟ الام ديالك. داروا لك التنازل تبارك الله، ما داروك التنازل تمشي للحبس، اذا عاوتاني تتبعك في وسط الحباسات. كاين موظفين يقول لها زيدي لا حبسي لا لا، فهمتي؟ كاين داك التقلاب بزاف ديال الحوايج، ولا مشات لك في الصباح خصها تجي حتى العشيه. سيد من الصباح كاين النوبات قبل منا، الناس خصهم يدخلوا كل سيمانه كل سيمانه. انا واحد الكلمه اللي اثرت فيا صراحه هي ديال قلتي انني خليت امي زوينه ومقاده ومراه جميله، ملي جيت نشوفها ملي كملت 8 سنين لقيتها. انا دخلت ود 24 سنه الشي زين، دخلت ود 24 سنه. هادو راه ماشي دابا تنقولك على المنتف دابا ديال 8 سنين هادي. اخر منتف عندي 24 سنه. إذن 24 سنة، 39 سنة دابا، ها؟
نخرج و 32 سنه من السجن. اذا الام ديالي كي غنكون خليتها في ديك المرحله، غتكون الام ديالي مازال شابه ومازال دابا الام ديالي جات تشوفها الانسان صافي ما 75 سنه، تزيد من هنا لهنا وتتعين. خوتك عايشين في فرنسا، الاخ ديالك مجوج، شنو غدير؟ غدير شي 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 جريمه؟ زوج شي خويا يونس؟ مجوج الاخ ديالي. عندي الوليدات؟ عندي الوليدات، عاد ولات لي المراه ان شاء الله البنيه هذه. اللهم امين، اللهم امين. كنتمنى تكون يعني هي بادره خير عليك ان شاء الله. الحمد لله عمرها الدار، والحمد لله هذه هي الفرحه اللي ديت من الدنيا كامله لهذ البنيه هذه وبنيه اخرى. ما تخممش عاوتاني ان شاء الله، ولا خوها عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله. يعني قلتي لي قبل ما نبداو هذا البث هذا، هو انه كما قلتي قبيله واحد يعني خدام دابا مع مجموعه من الاصدقاء على انكم ديروا واحد الاطار جمعوي اللي ممكن انكم تحطوا فيه مجموعه ديال الافكار ديالكم باش تطوروا هذا وتدمجوا كذلك هذا السجين من خلال تكوينات، من خلال يعني شراكات مع شركات ولا مع مؤسسات. دوينا شويه على هذه الفكره. حنا بغيت بعدا نصحي واحد المعلومه داخل السجن. داخل السجن راه الانسان ماشي تيقول لبنادم السجين تيطيح من القيمه ديالو، راه كاين السجين كما تيقول السي محمد مستظرف، تنشكرو من هذا المنبر هذا، تنقولو احلى ديكاس الخويا السي محمد السلاوي، تيقول كاين السجين الكلاس وكاين الديكولاس. بحال اش هادي، كاين اللي عنده حس اللي باغي يتعلم وباغي يدير شي حوايج، كاين تكوين، كاين مسرح، كاين الججل، كاين القصاص، بزاف ديال المسابقات اللي كاينين في وسط السجن. كاين اللي تيدير مسرحيات، كاين اللي تيدير الغناء، كاين اللي تيدير الججل، كاين اللي تيدير الشعر، كاين اللي بزاف، كاين الكتابة، كاين بزاف ديال الحوايج. حنا ملي تنشوفوا الانسان، هذه هي الجمعيه اللي بغينا نديرو نتاع الشجناء التائبين. هاد الشجناء التائبين خارجين تائبين، ما تعاودش دير شي حاجه اللي غتعاود تادي بك للسجن. وبغينا حنا نديرو واحد الجمعيه اللي حتى حنا نقبطوا فيها اللوغو ديالنا ونديروا فيه الشجناء التائبين، ومنها نأطروا واحد الناس اللي خرجوا حتى هما يجيبوا لنا الحقيقه ديال الناس اللي تتعيشها وبزاف ديال الحوايج، واللي خرج من السجن تنعرفوه كانه تائب غنضموه لينا ويعاود القصص ديالو حتى هما، ولاشي نطلع وكل غير ديك الساعه ياخذ الاجر ديالو. وحنا بعدا درنا واحد الحاجه اللي هي صالحه للمجتمع. نعم، شكرا لك خويا يونس. في نهايه هذا اللقاء كلمتك اللي تبغي تقولها لجمهورك ولجمهور قناه شوف تي في اللي طليتي عليهم اليوم من قناتنا. تنقول لكم في هذا النهار هذا نتاع العواشر، الله يدخل علينا هذا رمضان بالخير والتيسير، واللي عنده شي امنيه الله يجعل ربي يحقها له. لا شوف، لا شوف تي في ولا القناه ديالي، كاع لي فانز ديالي او لي فانز ديال شوف تي في، تنشكركم. تنقول لكم اللي عنده شي ميمه الله يجعل ربي يخليها له، واللي ميته الله يرحمها. وهذه هي احسن دعوه، يا ربي تهز علينا هذا الوباء وتخلي لنا سيدنا وتقوموا لنا بالسلامه وتخلي عمامه فوق الراس، وديما شعارنا الله الوطن الملك. شكرا لك خويا يونس، دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك، وعلى هذا الشعار هذا غنختموا هذا اللقاء هذا. شكرا على مشاركتك معنا، على النصائح القيمه والمؤثره كذلك الشباب والكل الناس اللي شاهدونا، وممكن نطلبوا من الله ان هذه النصيحه تتخذ، لانه الغايه من هذا المباشر هذا ماشي هو المشاهده، فالعبره وكذلك النصيحه. هذه نصيحه بغيت نعطي، هذه النصيحه لخوتي الشباب اللي باش ها انتم شوفوني خذوني انا كانسان تتفرجوا فيه، مشات له 20 سنه ديال السجن من العمر ديالو. اذا انايا عايش هذا الشيء هذا غير فضل من الله، ولكن الحمد لله بغينا نوصلوا واحد الحاجه اللي غاديين في ديك الطريق ان شاء الله وغنوصلوا لها. وتنقول لكم اخوتي اللي عنده شي مهمه يشد فيها ويبغيها كما هي تتبغي. تحياتي لكم. شكرا لك يونس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، شكرا على التفاعل ديالكم الايجابي، وشكرا على تواصلكم الحي معنا. ما بقى لي الا نقول لكم بصحه سحوركم، الله يعاونكم، الى اللقاء. تحياتي.